اشوف يعني الافراس كثيره في هذا الشوط، لكن في انطلق الشوط سعود. نعم. بإذن الله تعالى على هذه المسافة، مسافة الألفين متر، شوطنا الخامس لم تربح إنتاج 4 إلى 5 سنوات، جائزة مناور العنزي من الرياض، من أهالي الرياض، وقيمة الجائزة 70,000 ريال. تأتي الجياد الآن من أمام المنصة الرئيسية للدورة الأولى، يبدأ في الزعامة أو تبدأ شظية إلى المرتبة الأولى، وزهرة نوف من نسل فحل أضم في المرتبة الثانية، مع أيضا ناصر الخير وكذلك بقية الجياد التي تحاول أن تأتي بخطوات متميزة وتحسن المركز لتغادر هذه الدرجة، درجة الجياد التي لم تربح في خامس الأشواط في هذه الأمسية. شظية تتزعم الجياد من نسل فحل بلات تيني، وكذلك مع يوسف حصين تطير بالصدارة تذهب إلى آفاقنا بعد، وزهرة نوف في المرتبة الثانية، مع أيضا ناصر الخير في المرتبة الثالثة، وكذلك بقية الجياد التي تحاول أن تأتي كأمثال نجم تثليث في المرتبة الخامسة، وأيضا تهنيد تأتي في المرتبة الثانية والثالثة، مع أيضا سولو، ومع كذلك تأتي شظية في المرتبة الأولى. الفرس السريعة ما شاء الله تبارك الرحمن تبدأ الانطلاقات، هل تحافظ على الصدارة؟ لأن الانتصار يحتاج إلى المواصلة، المواصلة حتى خط النهاية لتغادر هذه الدرجة التي لم تربح. شظية، شظية تأتي إلى المرتبة الأولى مع أيضا نجمة بانديني وبقية الأفراس والجياد عذب الكلام وكذلك امتاج، ولكن شظية الأجمل وشظية الأكمل وشظية الأروع وشظية القادمة ما شاء الله تبارك الله، شظية 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 تغادر هذه الدرجة، درجة الجياد التي لم تربح، تحقق الانتصار منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية. وناصر الخير في